إذن رجعنا معاكم مشاهدينا. موضوعنا القادم الصراحة موضوع وايد مهم، في إنجاز غير مسبوق على مستوى دولة الكويت، أجرى فريق طبي بمركز البحر للعيون عملية معقدة تمثلت في زراعة قرنية صناعية مؤقتة لإجراء عملية الشبكية، من ثم زراعة قرنية طبيعية دائمة. أكيد أسماء، للتعرف أكثر على هذا الموضوع وتفاصيله يسعدنا أن يكونوا يعني في الاستديو الضيوف الدكتور فيصل مساعد الجسار، اختصاصي دقيق في جراحات القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر، والدكتور أيضا محمود سامي الربيعة، اختصاصي دقيق في إجراء عمليات الشبكية والماء الأبيض. حياكم الله دكتور ودكتور، نورتينا. الله يحييك. طبيب مختص في الشبكية وطبيب مختص أيضا في القرنية. يعني اليوم إذا عندنا أي استفسار الإجابات إن شاء الله كلها راح تكون موجودة. مستشفى البحر كلها موجودة. حياكم الله معانا. وبالبداية نبارك لكم ما شاء الله هذا الإنجاز، يعني وايد حلو إنه يكون عندنا مثل هذه العمليات وهذه التقنيات اللي تساعد كثير من الأشخاص. بداية يعني دكتور محمود، لو بالبداية تكلمنا عن هذا الإنجاز وهذه العملية اللي أجريت. هذه العملية أول مرة تتسوى على مستوى الكويت، إنه يصير في جراح قرنية وجراح شبكية بنفس اليوم بنفس غرفة العمليات، يسوون نفس العمليات المعقدة. إنه يشتغلون مع بعض. يعني يشتغلون مع بعض كتيم. عملية كبيرة طولت تقريبا 3 ساعات، والحمد لله الله يسرها. نعم أكيد. دكتور فيصل، ودي تكلمنا أيضا عن التقنية هذه وشنو اللي يميزها اليوم. تمام. بخصوص العملية، العملية هذه نفس ما ذكر الدكتور محمود يحتاج فيها أكثر من تخصص، دكتور القرنية وكذلك دكتور الشبكية. عادة تستخدم فيها عدسة صناعية عشان تسهل حق دكتور الشبكية إجراء العملية، ثم يأتي دكتور القرنية ويضع الزراعة اللي هي القرنية الطبيعية. فتحتاج تحضيرات خاصة، تحتاج يعني خبرة إلى حد ما لكي تكون العملية ناجحة بإذن الله. نعم إن شاء الله. طيب إيش كثر كان في صعوبة لمثل هذه العمليات يعني المعقدة؟ فريق طبي متكامل ومثل ما ذكرت دكتور محمود يعني خذت 3 ساعات هذه العملية لإجراءها، شنو الصعب فيها كان يعني وإيش كثر ساعدت هذه التقنيات الحديثة؟ الصعوبة المريضة كانت تعاني في عتامة شديدة في القرنية، والماء الأبيض اللي كان موجود عندها واصل مرحلة متقدمة، فهذا كله يأثر على إجراء نفس العمليات. فأنا إني أوافق يعني أوفق جدول دكتورين متخصصين مختلفين، كل واحد عنده عمليات وعنده عيادة، أطلب القرنية، القرنية الطبيعية تنطلب ننظر لازم تتسوى خلال فترة معينة، إني وغير فحوصات تنطلب من متبرع يعني؟ إي نعم. يمكن دكتور فيصل يقدر يفيدنا أكثر عن طريق من أي دولة نأخذ القرنيات، بس لازم تكون فريش. فهذا كل أن أوفر بوقت قياسي وأسوي العملية، هذا إنجاز الحمد لله. أكيد طبعا، وكان متأكد أن شوي المعلومات يعني صعبة بهذا المجال، يعني مو كل واحد ممكن يستوعب إلا المختص، لكن احنا نحاول أن نفهم منكم بعض المعلومات أو طريقة عمل نوصل حق المعلومة. نوصل حق المعلومة لأن بالأمانة يعني تحتاج إلى مختص عشان يعرف شنو المشكلة. لكن ذكرت نقطة مهمة على أن المريضة وصلت بوقت متأخر من العملية، فهذا سؤال حلو نسأل الدكتور فيصل عن أهمية أن المريض اليوم يراجع بشكل مبكر حتى ما يتعرض لمثل هذا الأمر. يعني حلو. بخصوص الـ يعني المتابعات ولا المراجعات، دائما احنا ننصح بالمتابعات في بداية اي مرض او بداية اي مشكلة، فالمريض لازم يكون حريص انه اذا بدا يشتكي من اي اعراض، ان كانت مشاكل في النظر، ان كان مشاكل في الجسم، سكر وغيره اللي تأثر على العين بشكل مباشر، اكيد المتابعة في بداية الامر تسهل العلاج افضل من المتابعة بعد ما يتقدم الموضوع والمرض. نعم، كأطباء مختصين أكيد تفضلون كل الحالات تكون بوقت مبكر أنها تفحص حتى لو الواحد ما يشتكي. لكن دكتور محمود ذكرت من قبل شوي أن المريضة كانت تعاني من يعني تفاقم الحالة. يعني أنا ما بذكر المصطلحات الطبية، بخليها لكم كأشخاص مختصين أكثر، لكن شلون وصل فيها الموضوع لهذه الدرجة؟ هل كان في أعراض سابقة مثلا كانت تشتكي من شيء معين؟ شوي شوي يبتدي النظر يقل. إحنا عندنا بشكل عام كبار بالسن ما يشتكون، حتى لو هو تعبان أو في شيء ما يتكلم، يقول يومين وخلاص يطيب العوار، يقول إيه خلاص وما يبي يلزم عياله ولا أي أحد، ويسكت يسكت 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 لين يصير الشيء مرحلة متقدمة.
صحيح، وهذا اكيد خطا طبعا، هذا شيء خطا. واذا كان يعني اذا احد في البيت عنده كبير بالسن وما يبي يروح مثلا، المفروض ان اليوم يجبره او يقول له تعال خل نروح، او انه يسوي له حيله، بس اهم شيء يوديه عند الطبيب. صح، ها صح. يخليه يشيك عليه ويشوف شنو فيه ما فيه، واعتقد اختبار بسيط صح؟ صح. شنو ممكن مثلا يكون الاختبار؟ تفحص العين مثلا، الفحص على السريع يعني مثلا، عشان نطمن الناس ان الموضوع سهل. اهم شيء تشيك النظر بطريقه صحيحه، تشيك ضغط العين بطريقه صحيحه، فحص العين بالجهاز المجهر اذا يحتاج اي تصوير خاص في العين يجرى، وفحص قاع العين. الفحص كله ياخذ له من دقيقتين خمس دقائق، ما يطول، يطمن المريض على صحته وياخذ العلاج المناسب. احنا كل شيء ممكن نسوي فحص دم وغيرها من الامور، الا العين ترى ما حد يروح يراجع الا اذا صار فيه مشكله او مثلا صار في اصابه ولا غيره، هني يكتشف ترى بشكل مفاجئ. ودي اذكر هالنقطه دكتور، باي عمر الاطفال ممكن نوديهم ونفحص عيونهم؟ ممكن تكون في عندهم مشكله لكن غير واضحه، والطفل اصلا ما يشتكي، ما يقدر يقول لك ان هذا هو السبب بشكل مباشر. فباي عمر ممكن احنا نفحصهم؟ تمام، بخصوص العمر احنا دائما الطفل من اول ما ينولد فحص عينه يكون عن طريق دكتور الاطفال، يفحصه يتاكد ان الامور كلها طيبه. في عاده في النمو حق الطفل، ينمو الطفل يشوف الاهل، يشوف يتحرك عينه، الاهل يتابعونه، عاده يستدعي الى ذهاب الى دكتور العيون اذا كان توجد في مشكله. في الغالب الفحص اللي هو احنا نسميه السكريننج عاده يبدا من عمر 4 إلى 5 سنوات، مدى ما يستجيب الطفل الى الاشياء ونقدر نوريه صور ويقدر نوصل يقدر يجاوب، يقدر يجاوب ونعرف نظره زين. إيه. عشان في الحالات هذه إذا كان هناك نحن نسميه كسل في الدماغ، ولا إن كان هناك إهمال في الدماغ حق رؤية أحد العينين، يبدأ الطبيب في اتخاذ الإجراء المناسب وعلاج المشكلة في بدايتها. نعم صحيح. وبالمناسبة اليوم طب العيون يعني بشكل عام تطور كبير يعني في السنوات الأخيرة، ما أدري يعني دكتور إذا تقدر تفيدنا عن أهم الأشياء اللي تطور فيها هذا المجال، شنو كانت؟ يعني في السابق على سبيل المثال أن جراحات المايل الأبيض كانت تجرى بالطريقة الجراحية وكانوا يأخذون فيها غرز، الحين بالسونار فتحة أقل من 2.5 ملي وما تأخذ 20 دقيقة، فهذا يعتبر نقلة ثورية بالنسبة حق جراحات القرنية. كانت تنزرع القرنية الكاملة، الحين أجزاء من القرنية فتعطي نتيجة أحسن، فترة نقاها أسرع. بالنسبة حق عمليات شبكية نفس الشيء، أول كانت الفتحات نفسها مالت العملية كانت كبيرة، الحين كلها أدوات صغيرة وعمليات أسرع. هذا كله يعني مصلحة المريض. يعني لا تخافون أطباء العيون، يعني الخوف منهم مثل أطباء الأسنان، الناس لا تخاف تروح تراجع وتحس كذي بقلق وتوتر. شو ممكن تهدون المريض اليوم يعني لما يكون واصل وعنده بعد حالة يعني متفاقمة؟ انا ما الوم المريض لما يخاف من طبيب الاسنان لانه وياه ابره، ما عندنا ابر، ما تخوف. شلون تهدون المريض؟ يعني في بعض المرضى اللي مثل ما ذكرت يعني الحاله اللي اجريتوا لها العمليه وكانت الحاله متفاقمه، شلون تعاملكم مع المريض قبل اجراء العمليه؟ شلون شرحتوا لها التقنيه الحديثه اللي ممكن تسهلون عليها اجراء هذه العمليه؟ طبعا قعدنا مع المريضه ومع اهل المريضه وشرحنا لهم كل المشكله اللي موجوده وشنو اسبابها وشنو طرق العلاج، هذا ناقشنا معاهم الطريقه هذه وبعدين اتفقنا وسوينا العملية. صحيح. بمناسبة ذكر يعني الماي العين، يعني أنا اللي عرفت أن لكم مساهمات جميلة اليوم في العديد من الحملات الخيرية التطوعية، وهذا شيء عظيم اليوم لكل دكتور أنه يخصص وقته لخدمة المجتمع والناس المحتاجين. فايش كثر مهم اليوم أنك كطبيب أو كشخص عندك علم أنك تروح تساعد في الناس المحتاجين والناس اللي يعني برا الكويت. تفضل دكتور. والله بخصوص الحملات التطوعية، يعني هذا من الشغلات اللي احنا نعتبرها نقدر نقول زكاة العلم ولا صدقة الدراسة ولا العلم اللي تعلمناه. في ناس أكيد محتاجة، في ناس يعني بالنسبة للعمليات هذه تفتح له أبواب الرزق وتخليه يعتمد على نفسه. صحيح. فاحنا نشوفها أنه يعني أثرها كبير.
في المجتمعات اللي تحتاجها خاصة. أكيد طبعا. الله يرزقكم إن شاء الله، لأن فعلا يعني كثير من الأشخاص محتاجين ترى هذا التدخل المبكر، خصوصا لما نتكلم عن العمليات الجراحية. ما شاء الله يعني عندنا بالكويت تقنيات حديثة ممكن نفيد غيرنا، وفي خبرات يعني مكافآت عالية من الشباب الكويتيين. دكتور، يعني العمليات اللي أجريت داخل دولة الكويت ونجاح هذه العمليات، هذا يعتمد على طبعا الأطباء المختصين، فش كثر مهم اليوم احنا يكون عندنا وعي ان احنا ترى عندنا الكفاءات العالية، وروحه حق الدكاترة العيون اللي موجودة بالكويت، والعمليات ما شاء الله ناجحة بشكل كبير. هذا طبعا احنا دورنا الإعلام ان احنا نوجه الناس، لكن دوركم كأيضا أطباء تنشرون هذه المعلومات. احنا ننشر ويشوفون المرضى. أنت عشان تكسب ثقة المريض في البداية صعبة، بس لما يبتدي يشوف النتائج، لما يبتدي يشوف صعوبة العملية شنو كان قبل شنو كان بعد العملية، هذا كله يعطي دافع ويشجع لإجراء مثل هذه العمليات. أكيد طبعا، وجودكم اليوم معلومات اللي قاعد تذكرونها ترى تشجع الناس أنهم يراجعون أطباء العيون اليوم، وأنهم يطمئنون. وأن ترى طيب أذكر المعلومة مرة ثانية، طيب العيون ترى ما عنده أبر، صح؟ عندهم بس أدوات، أنت ما لكم شغل بالأدوات الموجودة. ليت ونفحص. نعم صحيح. دكتور، خلينا نتكلم عن جهود وزارة الصحة اليوم المتمثلة اليوم في إنشاء هذه المراكز وتوفيرهم الأجهزة، وإيش كثر يعني اليوم يعني هذه الجهود قاعد تصب في مصلحة هذا المجال الطبي المهم. والله صراحة وزارة الصحة لهم الشكر، متمثلة بوزير الصحة دكتور خالد سعيد، وكيل وزارة دكتور مصطفى رضا، ورؤساء أقسام العيون برئاسة الدكتور أحمد الفودري، سهلونا كل الصعوبات اللي لإجراء مثل هذه العمليات، وإن شاء الله بإذن الله القادم أحلى بإذن الله. إن شاء الله يا ربي وجود إن شاء الله كفاءات عالية مثلكم تخدم أهل الكويت وكل المقيمين أيضا على أرض الكويت الطيبة. دكتور محمود، اليوم يعني بعض الأشخاص اللي يشوفون بأن هذه العمليات مثلا الخاصة وخصوصا التقنيات الحديثة اليوم بأنها ممكن تساعدهم بشكل كبير وتخفف من الأعراض، الأعراض الجانبية بعد إجراء العمليات هذه، يعني مثل آخر حالة أو اللي إحنا من قبل شوي قاعدين نتكلم عنها، هل في أعراض جانبية مثلا تظهر عند المريض بشكل مؤقت بعدين تبدأ تروح؟ طبعا، هي العملية عبارة عن جزئين، يعني عملية زراعة القرنية، وحال حال أي عملية زراعة قرنية لها فترة نقاهة، فيها غرز تحتاج فترة واحدة واحدة يبتدون يشيلون الغرز بس تثبت القرنية. عمليات الشبكية فترة النقاهة فيها احنا نتكلم على شهر، نقول حق المريض مثلا ما يشيل أوزان، يصلي وهو قاعد أول 4-5 أيام، هذه فترة النقاهة العادية. نعم صحيح، وهذه فترة مهمة جدا أن الواحد يظل يعني هادي فيها، وأن يكون ملتزم بتعليمات الطبيب حتى لا يتعرض بعدين إلى مشاكل ممكن تخليه يراجع الطبيب مرة ثانية ويجري عملية أخرى. صحيح. دكتور فيصل، أيضا ودي منك كلمة أخيرة حابة توجهها اليوم للمشاهدين وكل شخص اليوم محتاج إلى نصيحة طبية، ولا يعني إنه يراجع الطبيب، شنو حابة تقول؟ لكن قبل أقول كلمتك، أنا أيضا حابة أقول إن ترى الدكتور فيصل يعني مشغول، وأنا أشكر وجودك معنا، وعندك عملية تأجلتها عشان تكون معنا باللقاء، فشكرا على تخصيصك لي مثل هذا الوقت. تفضل عندك. الله يجزاك خير. والله صراحة يعني إحنا بالنسبة لنا ننصح المرضى إن دائما يعني في بداية الأمر إن يتابعون نفس ما قلنا، إحنا الذهاب إلى الدكتور المختص، إحنا في تخصص العيون في عدة تخصصات، معرفة تخصص الدكتور مهم، نفس ما قلنا التزام في الخطة العلاجية اللي يقولها الدكتور، وسلامتكم نسأل الله الشفاء لكم جميعا. أهم شيء يمشون على الخطة العلاجية اللي تساعدهم بشكل كبير يعني أنه ما ترجع إن شاء الله الحالة. بالنسبة لك دكتور أيضا نصيحتك الأخيرة للسادة المشاهدين بما يتعلق بتخصصك الدقيق. كتخصص شبكية كثير من المرضى السكر يجون وحالات متأخرة، وللأسف الحين قاعد نشوف مرضى صغار في السن يجون تليفات ونزيف، فننصح أول شيء مريض السكر أول شيء محافظته على السكر، متابعة دورية مع طبيب العيون، لأن في بداية المشكلة علاجها جدا سهل، ما يحتاج إجراء عملية. والله يشافيهم يا رب. اللهم آمين. يعني اللي فهمت كلامك في رابط بين السمنة والسكر والشبكية عدل، فيعني الداء الأساسي هو السمنة السكر. واللي هو يسبب هذه الأمراض، فبالفعل نصيحة مهمة اليوم نوجهها للمشاهدين، فقواكم الله وشكرا لحضوركم معنا. شكرا على هذه المعلومات الجميله، واحنا اسفين اذا تاخرنا عليك دكتور. يعطيك العافيه. قواكم الله، والمزيد ان شاء الله من الاعمال التطوعيه والمزيد من التوعيه للمجتمع بمثل هذه المعلومات، بالفعل تخصص نادر وبحاجه الى جهود والى ابحاث والى دراسات اكثر، وان شاء الله من هالاعلى.
يعطيكم العافية. شكرا لكم على حضوركم معنا في صباح الخير يا كويت، وشكرا على المجهود اللي قاعدين تقومون فيه. راح ننتقل الحين إلى فقرتنا القادمة، وإحنا دائما عندنا فقرات ترى تكون مهمة. الفقرات الطبية هي طبعا من الفقرات الأساسية عندنا بشكل يومي، لكن أيضا في بعد أمور ثانية الواحد يحتاجها خصوصا اللي مقبلين. إحنا برنامج تخصص نقلب المواضيع من طب، يوديكم شي قهوة ودي مطعم. نروح حق هاشم نشوف الفقرة القادمة. يعطيكم العافية أسماء عبد الرحمن، ويعني من فقرات صباح الخير الجميلة ومن اللقاءات الجميلة، خلونا ننتقل إلى أحد الفقرات الحلوة عندنا، خاصة إذا كنت أنت أحد المقبلين على بناء بيت العمر، أنت بحاجة إلى مشرف بناء. الأستاذ أحمد الخرس مشرف بناء مقاول مثل ما نقولها بالكويتي لكن مودرن، مختص بهذا الموضوع، راح ياخذنا في جولة عشان يساعدنا على الكثير من المعرفة بهذا المجال. خلكم معنا.